نشاط فني كبير لغادة عادل في 2024. على ما يبدو أن 2024 يحمل حظاً جيداً للفنانة غادة عادل التي يعرض لها حالياً مسلسل حالة خاصة من بطولة طه دسوقي وإخراج عبد العزيز النجار، ويدور حول نديم خريج الحقوق المصاب بالتوحد والذي تتاح له فرصة العمل في مكتب أشهر محامية في مصر، وحازت على إشادات واسعة بمجرد عرض الحلقات الأولى هي وطه، لتعلن بعدها عن عودتها للمنافسة في الموسم الرمضاني 2024، أي بعد شهرين بمسلسل لانش بوكس المأخوذ عن المسلسل الأجنبي Good Girls، وتدور أحداثه حول ثلاث أمهات ينقذن عملية سطو مسلح على متجر للهروب من ديونهن المادية، ولكن تلفت إحداهن نظر صاحب المتجر وتتوالى الأحداث. أما على الصعيد السينمائي فتعاقدت على فيلم هيروشيما مع الفنان محمد ممدوح والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر 2024، وهو من تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج خالد مرعي، بجانب مشاركتها مع يسرى في ليلة عيد ثورة النساء المنتظر طرحه في دور السينما في 25 من يناير بعد عامين من التأجيل، لتعيد تعاونها مع يسرى التي قدمت معها مسلسل أحلام سعيدة في رمضان 2022، وكذلك فيلم ماما حلوة مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت. ويعد عام 2024 استكمالاً لحالة الانتعاشة الفنية التي عاشتها العام الماضي أيضاً، إذ عرض لها فيها ثلاثة أفلام: مرعي لبريمو الذي تعاونت فيه مع هنيدي ليستعيدا سوياً ذكريات فيلمهما الناجح صعيدي في الجامعة الأمريكية، أول أعمالها السينمائية التي شهدت انطلاقة كبيرة لها، وكذلك البطة الصفراء مع عدد من النجوم الشباب أبرزهم محمد عبد الرحمن توتا ومحمود حافظ وفرح الزاهد، وأخيرا ساعة إجابة من بطولة الطفل الموهوب سليم مصطفى وشريف سلامة وسوسن بدر. ولغادة الكثير من الأعمال التي لمعت فيها منذ ظهورها في أواخر التسعينيات وانتشارها في أوائل الألفينات بعد النجاح الكبير الذي حققته مع هنيدي في صعيدي في الجامعة الأمريكية وعبود على الحدود مع علاء ولي الدين، ثم مشاركتها في مسلسل وجه القمر مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وحافظت على تواجدها الدائم على الساحة الفنية بأعمال مميزة بالمشاركة مع نجوم لامعين مثل أفلام ابن القنصل مع أحمد السقا وخالد صالح، وملاك اسكندرية مع أحمد عز، وجعلتني مجرما وعلى جثتي مع أحمد حلمي، وأهواك مع تامر حسني، وأيضا كازابلانكا مع أمير كرارة، ونادي الرجال السري مع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وغيرهم. أما على الصعيد الدرامي فقدمت دور المحامية من قبل في الميزان والذي تكرره حاليا في حالة خاصة، ومسلسلات العهد ومملكة إبليس وليالينا ومنورة بأهلها وسرايا عابدين، واللافت أنها أم لخمسة أبناء، إلا أن ذلك لم يؤثر أبداً على خطواتها الفنية. ختاماً، ما هو أكثر عمل تحبه لهذه الفنانة الموهوبة